أمرا ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة. بلادي بلادي لك حب وفؤادي، ودامت مصر حرة وقوية، ودامت مصر شجاعة وأبية، ودامت مصر شعبا وقيادة. بسم الله الرحمن الرحيم، أحييكم مشاهدينا الكرام وأسعد بصحبتكم الكريمة خلال هذا اللقاء، وأينما كنتم أصدقائي فأهلا بكم. كامل الأوصاف فتني، نعم كامل الأوصاف فتني، فالليلة يحين موعدنا مشاهدينا مع لقاء كامل الأوصاف، فهو لقاء كلاسيكي تاريخي وجماهيري، وهو أيضا لقاء القمة بين الفريقان اللذان يقدما أجمل وأمتع كورة، ومن خلفهم جمهور عظيم وطريف ومخيف. على بركة الله أصدقائي، انطلقت صافرة البداية، بداية أسامة، مرة تانية مانجا، تمريرات ومحاولات للاختراق، ولكن جونيور أجايي، تمريرات ومحاولة معلول، تمريرات ودي كورة قطرية لكن ما عدتش. الياور علي معلول، ودي عرضية ولكن على طول ضغط، ضغط، تمريرة للأمام، الشيخ عدى وفات، ودي تسديدة حلوة، تسديدة حلوة من أحمد الشيخ، أحمد الشيخ اللي في أول لقاء سجل أول أهدافه مع النادي الأهلي. النهاردة الشيخ بيلعب مباراته رقم 3، عدى حلو من رزق وخد القرار وأطلق تسديدة قوية ولكن معدية إلى خارج الملعب. فأدي كورة وتقدم عند علي معلول، هيعمل إيه علوله؟ عمل، وزع كورة حلوة جدا جدا في المساحة الخالية ولكن ما بيلعب على طول الكورة الركنية، كورة عالية، إبعاد، يزناور ويعدي، حسين الشحات عدى وفات يا ولد بمهارة، ودي تمريرة عرضية خطيرة ولكن في راية، في راية وفي صفارة، والمهارات، المهارات والحلويات والحاجات والمحتاجات النهاردة موجودة. مولة الثالثة للنادي الأهلي أمام بلاتينيوم في دوري الأبطال، أيضا لتقدم من لاعبي النادي الأهلي، أدي هاني بيعمل تمريرة لكن ما يضادي، رفعت، رفعت وهاني، عدى رفعت لكن على طول هاني، مرة تانية رفعت، السيد سالم، الكورة العرضية، إيمانويل على طول كان منتظرها علي معلول لكن خد المبادرة وخد الخطوة من بدري. إيمانويل أوكوي ولا رزاز سي، ده رزاز سي، رفعت بيلعب على طول كورة على القائم الأول، كسام أسامة ممكن يلعب العرضية، ودي العرضية ولكن على طول في منتهى الخطورة، في منتهى الخطورة ولكن في صفارة، في صفارة قبل وصول الكورة والتسديدة اللي فاتت ديت، وفي اعتراضات، اعتراضات على طارق مجدي اللي أطلق صافرته والكورة فيها التحام في اللقطة الأولانية، احتسب خطأ ضد إيمانويل لكن رفعت بياخد موقف خطير، ودي تمريرة ومحاولة مرور وخطأ، محاولة مرور وخطأ وكارت وضربة حرة مباشرة ضد أيمن أشرف في موقع خطير وبوزيشن رائع للتسجيل بالنسبة لزعيم اس. آدي كورة وآدي محاولة من رفعت لكن على طول بيسدد فوق، بيسدد أعلى من ال 2 متر 44 سنتي. ابتدى يستشعر الخطر جمهور النادي الأهلي من الضربة الحرة ومن الهجمة اللي فاتت. العب يا أهلي. صغرة أمام الدراويش، اللقاء اللي كسبه نادي الاتحاد بثلاثية. أحمد الشيخ، إليو ديانج، تمريرة وتوزيعة، الكرة تخدم ولكن مقطوعة مرة تانية من الغندور، الستارة تانية عند الغندور، بيعمل تمريرة وتسديدة ولكن بعيدة. 20 سنة وخمس شهور ومتوسط أعمار لاعبي نادي الاتحاد. الظهر أدي رفعت، تقدم، عايز يعدي من سعد وبيلعب كرة، ولكن هو الإعداد للنجاح. أدي كرة مرة تانية بينية ولكن عشاء. أدي حسين ظهر، طلع علينا في الكادر، ودي كرة حلوة تتلعب على طول على القائم الأول، إبعاد خط، بيلعب كرة مرة تانية على القائم الثاني، ودي عماد بيعمل إنقاذ، أو في الدقيقة الثالثة
تتلعب على طول، ودي كرة معدية وجول جول 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 جول. شبيك لبيك الشيخ بين ايديك. الشيخ في الدقيقة 45 بلس 2 بيفتتح التسجيل قبل انتهاء نص الحكاية. الشيخ يقول انا بطل النصف الاولاني بلاطة واحدة مضيئة يسعد الجماهير الحمراء علشان السماء في ملعب القاهرة الدولي قبل نهاية الشوط الأول تهتز فرحا فردية، لكن فعل الأهم في عالم كرة القدم وسجل هدف. محاولة من إيمانويل أوكوي لكن على فنت وتقدم، لكن على طول سعد سمير إعاقة، وفي إشارة من طارق مجدي بضربة حلوة. كورة خطيرة، ودي كورة مرة تانية عالية على القائم الثاني وراسية، ولكن فين راسية أعتقد من محمود رزق ولكن إلى خارج الملعب. مميز جدا جدا لاعبي نادي الاتحاد في الكرات الثابتة وفي الحوارات. أهداف، أدي كورة مرة تانية وفنت وتقدم وفرصة وممكن جول، ممكن جول، ولكن السولية السولية جونيور أجاييه عمل اللي ما عملوش طوال الخمسين دقيقة، عمل فنت وخد قلب الدفاع معاه وفتح السكة للمانيا ويسلم إليو ديانج. أول مرة يعمل الزيادة لكن قلب الملعب فتح زاوية للتسديد وتحرك من أجاييه. يا عيني 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 للصبح. جملة جملة حلوة جدا جدا، 1 2 3 4 قفشة بيقول للناس كلها بنجور وبيحط الهدف الثاني في الدقيقة 54 من جملة وتحضير وبناء. مفيش أجمل من كده، صفحة فايلر للفنون الكروية. أدي كورة مرة تانية دبل باص ومحاولة جد، بيسلم أحمد نبيل مانجا الكورة الأمامية سعد، كرة دبل باس وتقدم من هاني، ودي كرة عرضية، ودي التالت جول 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 جول. التوربيد ينزل ويصيب من جديد ويصبح السانتا كلوز لعام 2019، والأهلي هو البابا. في الدقيقة 67 ووليد أزارو قلت لحضراتكم فايلر، وخالد الغندور بيلعب كرة على القائم الأول، تهرب المرة دي لعلي معلول، هيقدم إيه على اللولو، بيلعبها كرة وفي لمسة يد وركلة جزاء في الدقيقة 72 وكارت أصفر لمحمود رزق، وهي ركلة الجزاء رقم 30. ركلة جزاء في الدقيقة 72 وركلة الجزاء رقم عماد داخل على اللولو، داخل على اللولو. يا عيني يا عيني يا سلام يا سلام يا سلام علولو علولو، بيضع رابع الأهداف ويكمل الرباعية ويتحرك للأمام ويكمل القوة الضربة الهجومية للمارد الأحمر علشان يوزع الهدايا في نهاية عام 2000.